مسكين السي عمر دعنا فيه كاملين وضع فيه حتى الجمهور ديالو المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، ونتمنى للعائله ديالو الصغيره الصبر والسلوان والبنيات والزوجه ديالو الله يصبرهم، لان السيد دعنا فيه والله يغفر لنا ولاه ولسائر المسلمين يا رب العالمين. تبارك الله عليكم. واخويا صدمه وامر الله، واخا تلقى الخبر امر الله، مع الانسان ما يدير، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ، ان لله وانا اليه راجعون. يلا سير. دابا فنان مسرحي، هو عضو من اعضاء فرقه المسرح تقدى للفنون الشعبيه. للاسف الشديد فهذا الصباح هذا تلقيت واحد الخبر اللي هو فاجعه وخبر اللي هو مؤلم، هو انتقال سيد عمر دخوش الى رحمه الله. فما كناش كننتظروا هذا الموت ديالو، لا سيما في الاونه الاخيره انه بدات كتحسن الصحه ديالو على المجهودات الجباره اللي قامت بها مجموعه تقدى. صراحه لان كل مره كينتقل لوبيتال كنتمناو، ملي كينتقل لوبيتال كتبدا كتحسن الحاله ديالو. هذه تقريبا واحد الاسبوعين باش تكلمت معاه، كان في صحه جيده. تقريبا العرض اللي كنا عملنا في مدينه سطات فتكلم معنا وكان سعيد جدا وتألم لانه ما حضرش العرض، فكان كيتمنى انه يعني يرجع للحاله ديالو الطبيعيه الصحيه، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذه سنه الحياه. اليوم تيتزاد مولود وفي ان واحد تنتقل واحد الى رحمه الله، فهذه هي سنه الحياه. وحنا ضعنا في هذا السيد، هذا ضعنا في سيدي عمر دخوش، ضعنا فيه للغايه. رحمه الله عليه، تغمده الله برحمته واسكن فسيح جنانه وجعل قبره روضه من رياض الجنه. انا ماشي صديق ديال الطفوله، انا الجوره هي اللي خلاتني عرفته. انا سكننا هنا في هذا الحي وتجاورنا، ومن نهار تلاقينا وحنا ما عمر شي حاجه كانت بيناتنا خيبه ولا عمرنا درنا، يعني كان هو كان من اطيب خلق الله، زعما ما فيش شي حاجه اللي تخليك ما تشوفيش ولا شي حاجه. كان انسان طيب بزاف، وما كناش احنا الدار مقابله مع الدار، كنا ما فارقين حتى حاجه، راه كنا ندخلوا عند بعضياتنا، ندخلوا عند الديور، كانت صداقة يعني مخلصة. وهذا الشيء اللي غنقول لك عليه هو هذا. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. خبر الوفاة يعني وخبر اش غدير، هذا قدر الله، ما عندك ما دير لي. أي كانت صدمة وبقى فينا، ولكن اش غنديروا، هذا قدر الله، هذه ما لا مفر منها، هذا الشيء اللي كاين هو هذا، ما عندنا ما ندير. الله يرحمه ويوسع عليه. السلام عليكم. في الحقيقة خبر كالصاعقة، خبر محزن لوداعنا لأخينا عمر دخوش الذي وفته المنية بإحدى المصحات بالدار البيضاء. خبر في الحقيقة لم أصدقه في البداية، لكن هذا قدر الله، هم السابقون ونحن اللاحقون. لله ما أعطى ولله ما أخذ، لا يسعني إلا أن أترحم على المرحوم صديقي وأخي عمر دخوش الذي جمعتني معه محطات كثيرة منذ الطفولة إلى الآن، فلا يسعني إلا أن أترجى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه وأسرته الفنية الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نصيبنا راجل، كان راجل قدسي. بالنسبه للخبر الوفاه يعني اللي كيتجاء المغاربه اليوم، شنو تقول لنا اليوم؟ اش نقول؟ نقول الله يرحمه ويوسع عليه، الله يعطيهم الصبر ايوب ولدي. هذا الشيء اللي نقول لك، كاع المراحل ديال المرض، راه كاع بنادم تتمرض، والله يرحمه ويوسع عليه ويثبت السؤال وعلى الشهاده. كان مريض هو مسكين، عيان يعني. كان عيان شويه. كان عندك تنفس ياك؟ اه. اللهم اغفر له. امين. ما كانش التفاته ليه؟ لا. هو ما كانش مسكين تيبغي يدير دوك يعني زعما يبان يعني في مواقع التواصل الاجتماعي او لا هو عادي، هو ما فيه غير داك الشيء ديال عادي ولدي. اليوم شنو تقول؟ نقول له الله يرحمه ويوسع عليه، والله يعطيهم الصبر، الله يعطيهم الصبر ايوب، هذا الشيء اللي غنقول لك اولدي.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.